السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وسيم الابيسي في فيديو جديد وحلقة جديدة. حلقة في يوم تستمعون الى الكمبيوتر الويندوز 7 لنرتيا في الكمبيوتر. وقبل الفيديو لا تبخلوا علينا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس لسيكون كل جديد ان شاء الله. واتمنى ان تساهموا وتساعدوا في نشر هذه القناة الهادفة التعليمية المتنوعة بامتياز. فهيا نبدأ في الشرح. سنذهب إلى ستارز أو دماغي أو لا، سنذهب إلى كنترول بار أو الاقتراح الأول في الخانة الثالثة، نضغط عليها ونضغط على كلوك لونج أونغي أونغل، نضغط على الاختيار الثاني، نذهب إلى الاختيار الثالث. في هذا المكان إذا كان حاسوبك جديدا فلن تجد هذه الخانة أبدا، لأنك لم تحمل لغة على حاسوبك إلا اللغة الذي يعمل به الحاسوب. فستذهب إلى هذه الخانة بالضبط، ستضغط عليها، ستظهر لك هذه الواجهة. ستضغط على الاختيار الأول أنستال ديسبلاي لونج، ثم تضغط على الاختيار الأول لونش ويندوز أبدات، وتظهر معنا هذه الواجهة، واجهة التحديثات. هناك 93 اختيارا مقترحا، ها هما اللغات. انا في السابق حملت معي اللغات التي احتاجها، انا كنت تحب اللغة الاسبانية، فهناك الاسبانية والايطالية والروسية، واذا لم يكن محمل لك العربية فستجدها هنا في الاول كأنها هي تبدأ بحرف الأ عرب، فستجده هنا في الاقتراح الأول. إذا كنت تريد الإنجليزية فستجدها هنا، إذا كنت تريد الفرنسية فستجدها أي لغة تريد، إسبانية، روسية، أوكرانية، تركية، أي لغة تريد ستجدها هنا إذا لم تجدها، لكن نحن نهتم بالعربية، إذا العربية ستجدها، لأن أغلبية الذين سيريدون تغيير اللغة سيريدون تحميل اللغة العربية ستجدونها هنا. أنا أريد أن أحمل الحزمة لغة الإسبانية، نضغط عليها، اختر ما تريد وما تشاء وتضغط عليها، وسنذهب إلى أنستال أب أعطت. أنا لا أريد أن أحمل إسبانيا، ولهذا لا، لكن من يريد التحميل سيضغط على أنستال وستبدأ. ستكتمل معك هذه الخانة. أنا لا أريد التحميل، سأخرج، وبعد التحميل سنجد اللغة التي أردناها هنا. أنا حملت العربية والفرنسية، سنضغط على العربية ونضغط على أبليكي، سيتمني إقفال الحاسوب ثم سيفتح معنا على اللغة العربية أو أي لغة اخترناها.
فسنعود لكم بعد تشغيل الحاسوب ففاصل ونواصل. A few minutes later. أنا عدت إليكم من جديد. تعرر معنا الويندوز الآن. تغيرت أسماء التطبيقات الكمبيوتر. سندخل إلى الكمبيوتر. وكما ترون تعرب معنا تغيرت اللغة كليا. موسيقى، فيديو، تنزيلات. والثاني تغير وهو تغير مكان الأيقونات حسب اتجاه خط العربية. وكما رأيتم تعرضنا أنا الويندوز. وإذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والإشتراك وتفعيل الجرس سيكون كل جديد إن شاء الله. وأتمنى أن تصلوا هذا الفيديو إلى 1000 لايك لأنه يستحق، ومشاركته مع الأصحاب ومع العائلة لكل من عنده كمبيوتر. كان معكم وسيم الإي دي سي. السلام عليكم.